Like a Hellcat. بركاته. شرح سريع بعد اغلاق الثغره. النهارده ان شاء الله هنشتغل على سكاي في بي ان. قبل ما ابدا ما اقول اي البرامج اللي احنا هنستخدمها النهارده، يا ريت ما تنسوش تشتركوا في قناتي وتوصلوا لكم مشترك وتفعلوا زر الجرس يوصلكم كل جديد، وتشتركوا في قناه ايدريد اكستريم يوصلكم هناك القناه تحت في الديسكربشن، وتشتركوا في قناه عمر محمد برده يوصلكم القناه تحت في الديسكربشن. طبعا شرح النهارده هيكون عن طريق برنامج متعدد الحسابات اللي هو ده، تمام؟ ثانيه واحده، اللي هو ده، تمام. طبعا النهارده انا مش هخش واعمل لان في مشكله عندنا في التليفون نفسه. يعني المهم انت هتخش على برنامج سكاي في بي ان، تعمل حسابك وكل حاجتك، تمام. بعد كده بعد ما تعمل حسابك وحاجتك هتخش على برنامج بارل سبيس اللي هو بتاع متعدد الحسابات ده. هتخش هتحط برنامج سكاي في بي ان في اللي هو الفضاء المتوازي. ايه الفضاء المتوازي ده؟ اللي هو بتاع البرامج. هتضغط على كلمه اضافه التطبيق وهتحدد برنامج بارالل سبيس، وهتحط قصدي برنامج سكاي في بي ان. طبعا انا محدده في الفضاء المتوازي، هتحدده. بعد كده تضغط على كلمه اضافه الى، هتفتح برنامج سكاي في بي ان اللي على التليفون الاول اللي هو بتاع نسخه المضجه، بعد كده نسخه بارالل سبيس او العكس، يعني مش تفرق معانا. طبعا ده شرح سريع كده بس عشان ايه، في حاجات يعني عن الشركه وكده فمش هينفع اتكلم فيها في الفيديو ده، هتكلم فيها في الفيديو بعد كده. طبعا انت اول ما تخش هتعمل حساب هنا عادي وكل حاجه، تلاقي كلمتين تحت لوج ان وساين اب. تضغط على كلمه ساين اب وتكتب اي هبل، بعد كده في الاخر @gmail.com، بعد كده تكتب اي باسورد، تمام. بعد كده هتضغط على كلمه انفايت فريندز، بعد كده هتضغط على الكلمه دي، بعد كده جيت مور ترافيك، بعد كده تاخد كل التفعيل ده هتخليه في الخلفيه كده مع البرنامج، وهتخش على برنامج سكاي في بي ان بتاع المتجر. بعد كده هتضغط على الثلاث شروط، طبعا انت هتكون عامل حسابك هنا وكل حاجه. وبعد كده هتضغط على كلمه انتر اكتيفيتي كود، طبعا مش هينفع اكتبه لان انا عملتها كذا مره الحكايه دي، تمام. طبعا انت هترجع في الخلفيه كده طبعا لان هنا مفيش ناس خلصك، هتنقله بقى واحده واحده. وبعد كده تضغط على كلمه جيت اللي هتطلع دلوقتي، ثانيه واحده. وعلى العموم هيكون مكتوب جنب الكود كلمه جيت، انت هتدوس على كلمه جيت ومبروك عليك يا معلم، بقى معاك 500 ميجا. بعد كده تفضل تعملها بقى، هتوصل لل 2000 جيجا وكده يعني، تمام. طبعا ده كان شرح سريع كده على الماشي يا جماعه، تمام. معلش طبعا في ناس ممكن ما تكونش فهمت ده، ان شاء الله بنزل له جزء تاني للفيديو ده يعني بعمق، مش باختصار، بعمق، تمام. عشان انا بس انا شرحت بسرعه يعني، ما عرفتش اقول لكم زي ما بقول لكم في الفيديوهات اللي هي التانيه يعني، تمام. اتمنى ان انتم تشتركوا في قناتي وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.